ينضم إلينا مراسل الغد من الجزائر حسان جزائري. حسان، لو تضعنا بداية بجدول أعمال العاهل الأردني في الجزائر. نعم، استقبل مساء أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الذي يحل فيها الجزائر في زيارة دولة لمدة يومين. وبعد مراسم الاستقبال بمطار هواري بومدين الدولي، أين كانت هناك محادثات ثنائية في القاعة الشرفية للمطار، تم تنظيم حفل استقبال بأحد القصور الرئاسية التابعة للرئاسة الجزائرية، أين تم تقليد ملك الأردن وسام الأثير من مصافي الاستحقاق الوطني. ومن جهته قلد ملك الأردن رئيس الجزائر وسام النهضة المرصع، وهو أعلى الأوسمة التي تقدم إلى الرؤساء. ومن المنتظر أن تبدأ اليوم جلسات العمل بين قائدي البلدين على أن يتم استقبال ملك الأردن في قصر الرئاسة الجزائرية، أين ستكون هناك محادثات ثنائية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ثم تكون محادثات موسعة وجلسة عمل موسعة تشمل وفدي البلدين، وسيتطرقون إلى العديد من النقاط، ربما أبرزها التحضير لانعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي لم تنعقد منذ مدة طويلة بفعل عدة عوامل، منها الجائحة وكذلك الفراغ الذي مرت فيه الجزائر أيام الحراك الشعبي. ومن المنتظر أن يتم تباحث التعاون الاقتصادي من أجل ترقية العلاقات بين بلدين، حيث أنه يوجد اليوم تبادل تجاري يقدر بحوالي 220 مليون دولار، يسعى الطرفان إلى تعزيز هذا الرقم و الذهاب نحو تبادل أوسع وشراكات أوسع في العديد من المجالات، خاصة ما تعلق بقطاع الصناعات الصيدلانية، حيث يراهن أن يتم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة. كما أيضا يوجد تعاون في مجال الطاقة، وكانت هناك زيارة سابقة لوزير التموين والصناعة الأردنية الذي التقى وزير الطاقة الجزائري، وتم الاتفاق على إمداد الأردن بشحنات من الغاز الجزائري وكذلك النفط الجزائري. هذه الزيارة أيضا تم التحذير لها من قبل خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي تباحث مع الجانب الجزائري العديد من الملفات من أجل التحضير لهذه الزيارة وكذلك لانعقاد القمة التاسعة للجنة المشتركة. من الناحية السياسية توجد العديد من الملفات، ربما على رأسها القضية الفلسطينية، باعتبار المملكة الأردنية هي الوصية على المقدسات الإسلامية وكذلك المسيحية في القدس، حيث يوجد تباحث كبير وتنسيق كبير مع الجانب الجزائري على ضوء مخرجات قمة الجزائر لجامعة الدول العربية في دورتها 31، والتي تضمنت أكثر من 6 بنود متعلقة بالقضية الفلسطينية، وكذلك على ضوء إعلان الجزائر الخاص بالمصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية. إذن كل هذه النقاط سيتم تباحثها بين الرئيس الجزائري وكذلك الملك الأردن، خاصة في ظل تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي في القدس واعتدائه على المقدسات الإسلامية وكذلك المسيحية ومحاولة تهويد تلك المناطق. هذا سيكون من أبرز الملفات السياسية والدبلوماسية التي ستكون على طاولة النقاش بين قائدي البلدين. نعم، أبقى معنا حسان. وينضم إلينا أيضا من عمان يوسف البستانجي مراسل الغد. يوسف، يعني لو تضعنا بالمزيد حول أبرز الملفات المطروحة والقضايا التي تشكل أولوية بالنسبة للأردن. نعم، بداية هذه الزيارة التي جاءت بعد محطة أولى لدولة مصر العربية للعاهل الأردني، ربما كانت الوجهة الثانية مساء أمس في وقت متأخر. وصل العاهل الأردني في زيارة وتلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ربما هذه الزيارة جاءت على أرض الواقع، إن تحدثنا ما يحدث خلف الكواليس أو في الصالونات السياسية، كان هناك حديث ربما عن تأكيد وتوطيد العلاقات الأردنية الجزائرية، وخاصة مع غياب الملك عبد الله عن مجريات القمة العربية الأخيرة التي عقدت
في الجزائر ربما وحضور ولي العهد. هذه الزيارة جاءت لتؤكد بأن العلاقات الأردنية الجزائرية على المستوى الثنائي هي علاقات قوية ومتينة اقتصاديا سياسيا دبلوماسيا وهما واحدا، وربما القضية الفلسطينية تسبق الشؤون الاقتصادية التي تجمع البلدين كهم مشترك، وخاصة ما يجمع الأردن كجارة وشقيقة وقضية ووصية على مقدسات في الأراضي المحتلة. وربما هذا الهم يتشاركه الأردن مع الجزائر وما يربط الجزائر روحانيا وثوريا مع القضية الفلسطينية. إن تحدثنا عن شيء غير ملموس وهو أقوى من ربما ما يقال وما يتم التصريح به عادة من العديد من الأطراف. هنا نتحدث عن علاقات ثنائية، نتحدث عن القضية الفلسطينية التي تم التأكيد عليها من القاهرة خلال زيارة العاهل الأردني ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والتجارية بين البلدان العربية، من ثم الانطلاق إلى إيطاليا. ربما هذه الزيارة أيضا تحمل من خلال الوفد الذي يرافق الملك عبد الله وزير الخارجية، هناك لجنة مشتركة ستعقد قريبا ما بين الأردن والجزائر على كافة الأصعدة، وسيتم الإعلان عنها بشكل مفصل خلال المرحلة القادمة. هذا ما ورد إلينا من معلومة. بالنسبة أيضا هناك تمثيل أمني، رئيس هيئة الأركان المشتركة يوسف الحنيطي يرافق العاهل الأردني في مصر وأيضا في الجزائر، وهناك الحديث عن ملفات أمنية مشتركة وخاصة العربية في إفريقيا. وربما هذا يضع الأردن في عملية التدخل والوقوف بجانب هذه الملفات وهذه الدول العربية والشقيقة من خلال التشاركية والعمل نحو وطن عربي ربما متماسك أفضل من أول من خلال التحديات المتعددة التي يعيشها العالم والإقليم. نعم، أشكرك من عمان يوسف البستنجي، وأشكر كذلك من الجزائر مراسلنا حسان الجزائري.